ضمن فعاليات معرض الدوحة الدولي للكتاب تقدم وزارة الثقافة مسرحية الأصمعي باجو، طبعاً اليوم أول عرض في مسرح الدراما بكتارة. يشرفنا اليوم بالحضور سعادة وزير الثقافة ونخبة كبيرة من الفنانين، ندعوكم للحضور مسرح الدراما كتارة، حياكم الله. داو 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 مسرحية الأصمعي تجربة جديدة تتكلم بين الماضي والحاضر وأهمية الحقوق الملكية الفكرية، ويعني يصبغ عليها طبعا الطابع الكوميدي وأيضا الجدي. الشعر ديوان العرب، شافوا احترازه حمر ليته خضر لونه، لونه محجور في حجرته كان الله في عونه، في عونه. غدا 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 ستفتح الأبواب ويرجع الكتاب ويلتقي الأحباب.